الالعاب لما طورها تبقى العاب جاذبه وقادره على منافسه الالعاب العالميه دي. يعني احنا شباب كتير وحضرتك قلت مش بس الاطفال، اطفال وشباب وكبار بيلعبوا فيفا وبيلعبوا فورتنايت والعاب كتيره جدا وبابجي منتشره. هل انا قادر على صنع محتوى رقمي فارق ومختلف وقادر على المنافسه وجاذب كمان؟ لانه الالعاب دي ليها يعني ارضيه بقالها سنوات كتيره جدا. انا كصانع محتوى مصري او عربي عندي المقدره دي، وايه التحديات اللي بتواجهني؟ هو ده تخطيط للامر. يعني انا لما اجي اخطط بشوف السوق واعمل دراسه للسوق واعرف الشرائح المختلفه وايه الالعاب الجاذبه وايه الالعاب اللي طلعت وقفلت بعد كده. يعني مش كل الالعاب بتفضل نجمها ساطع طول الوقت، في افول بيحصل للعبه الناس بتزهد فيها، بتزهد بيملوا منها. فالدراسه دي اللي تخليني اقدر اعرف الميزه التنافسيه اللي عندي ايه وايه الاجزاء اللي انا ممكن العب فيها. وزي ما حضرتك ذكرت شويه العاب معقده وكبيره. احنا ممكن نبتدي بالعاب بسيطه جدا، يعني في العاب في قمه البساطه البرمجه بتاعتها بسيطه جدا وما زالت قادره على جذب الناس وان هي تلعب بيها. كان فاكر حضرتك زمان كان في تترس وبعديها كان في الالعاب اللي هي بس مجرد كور كده وبتنزل وبتتحرك وبرضه فيها مستويات والناس يعني بتنجذب انها تشتغل عليها. الحاجات الاقرب ما تكون لهذا طلب اشكال كتير منها، اشكال كتير. ولذلك احنا بنقول الشغل اللي ممكن يتعمل ممكن يعمله مبرمج واحد ممكن. وعلى فكره في مصر هنا دلوقتي من فتره بقى في امكانيه لان المبرمجين الصغيرين يفتح في شركه اسمها شركه الشخص الواحد. ودي بيدفعها بيشترك، يعني بيقدر ينشئ الشركه اونلاين ب 1000 جنيه بس ويبقى صاحب شركه، يقدر يعمل لعبه. ممكن مجموعه صغيره من المطوري او رواد الاعمال يعملوا لعبه صغيره في شركه صغيره، ممكن شركه متوسطه، لغايه الشركات العالميه بقى اللي مش عايز اقول اساميها يعني اللي هي بتعمل الالعاب الكبيره. فهي فكره التقسيم برضو، مش كلمه الالعاب الالكترونيه مش حاجه واحده، السوق مش حاجه واحده، المستخدمين ليهم ذوائق مختلفه حاجات مختلفه.